السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالي. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير كيش بالكفتة وبالفلافل، كيجي لذيذ بزاف وصحي وبمكونات اللي متوفرة في كل بيت. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ديالي، دعموني بالاشتراك واللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم. إذن على بركة الله نبدأ المقادير. غنحتاج 100 غرام ديال الزبدة اللينة، شوية ديال الدقيق على حسب الخليط، قبيصة ديال الملحة، الفرماج محكوك، معلقة كبيرة ديال الزيت النباتية، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، ونصف خميرة ديال الحلوة. إذا نبدأ نزيدو الدقيق على الزبدة ونحاولو نمزجهم بشكل جيد. بالنسبه لكميه الدقيق اللي انا غادي نستعمل، راه غادي نوضع لكم الكميه في صندوق الوصف. كنزيدو معلقه ديال السكر سنيده، واحد شويه ديال الملحه، ملعقة كبيرة ديال الزيت النباتية، وكنستمروا في مزج هاد العناصر كاملة. نزيدو هذيك الكمية ديال الفرماج او الجبن اللي حكينا، وكنضيفو الماء شويه بشويه حتى تجمع لينا العجينه ديالنا. بالنسبه للكميه ديال الماء ما تنضيفوش بزاف باش نخليو العجينه تبقى شاده فراسها، وفي نفس الوقت تبقى محافظة على الليونة ديالها. لان كما كتشوفوا كنحاولوا غير نجمعوا العجينة ديالنا بلا ما ندلكوها. من بعد ما العجينة ديالنا ارتاحت، كنرشو سطح العمل بواحد شوية ديال الدقيق، وكنبقاو نسرحو هكذا بالمدلك حتى تاخد السمك اللي بغينا. بالنسبه للسمك ديالها ما خصوش يكون غليظ بزاف وما يكونش رقيق عاود بزاف. من كناخذوا طاوة، انا عندي هنايا طاوة كبيره ونستعمل كيش كبير. اذا بعد ما وزعنا العجين ديالنا على الطاوة، كنتكوها بفرشيطة باش ما تنفخش لينا، وحتى من الجوانب كذلك. كنبقاو مستمرين بهذه العملية حتى نتقبوا العجين ديالنا مزيان.
كناخدو الفاصوليا البيضاء واللوبيا البيضاء وكنوضعوها باش نتقلو بها العجين باش ما يتنفخش لنا، ندخلوها للفرن حتى تطيب نص طيبه. اذا بالنسبه للحشوه اللي غنستعملو في هذا الكيش، عندنا هنايا 250 غرام ديال الكفته، بصله كبيره مشلضه، قزبور معدنوس كذلك مفرومين، وفلفله بيضاء وفلفله حمراء مشويين، شويتهم ونقيتهم وقطعتهم على هذا الشكل. جوج ملاعق ديال الزيت النباتيه. وبالنسبه للتوابل اللي كنحتاجو، الكمون، معلقه صغيره الكمون، معلقه كبيره ديال التحميره، شويه البزار، سكينجبير، ملحه، خرقوم، بلدي، والثومه على نار متوسطه. كنوضعو الكفته، كنزيدو عليها هذيك البصله مشلضه، كنضيفو القزبور والمعدنوس، وكنضيفو التوابل ديالنا، نضعو التومة، تنضعو التوابل كاملة. وكنحاولو نمزجو العناصر كاملة باش الكفتات تشرب هذيك التوابل وكذلك القزبور المعدنوس والتومة. نضيف الزيت، نحاول نستعمل ملعقة خشبية باش نمزجو هاد العناصر بشكل جيد بلا ما نقيسو هذاك المقلاة ديال الطفال بلا ما تجرح. اذا من بعد ما دبلت البصله وشحرات مزيان، كنضيفو الفلافل اللي سبقنا ونقيناهم شويناهم ونقيناهم وقطعناهم على هذا الشكل هكذا، وكنخلطو العناصر كامله باش تشرب ديك الفلفله بالشرموله. الحشوه ديال الكيش هي راه وجدت، يعني تشحرات مزيان وشربات الماء اللي كانت لقات الفلفله. بالنسبه لاباري كيش، كنحتاجو 3 ديال البيضات، واحد ياغورت طبيعي او قشده طريه، 3 ديال الفرماجات، شويه ديال الزعتر والمايزينا، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الابزار. في اناء كنوضعو فيه البيض، كنضيفو الياغورت الطبيعي، اذا كان عندنا القشده الطريه كنستعملوها في بلاصه هذا الياغورت،
كنضيف فرماج مثلث، نقدروا كذلك نستعملوا الفرماج الأحمر. نزيدو واحد راس معلقة ديال الملحة، واحد شوية ديال الإبزار، كنضيف معلقة ديال النشا أو المايزينا، وكنطرب الكل بشكل جيد حتى تنسج من العناصر كاملها. كنحاولوا نطربو مزيان باش الفرماج ينسجم مع داك الخليط ديال البيض. كنضيفو الزعتر بعد ما كنحكوه بهذه الطريقة هكذا. وكنستمر في مزج هاد العناصر كاملة. دن العجين ديالنا من بعد ما طاب نص طيبة، كنحطو فوق منه الحشوة اللي سبق وجدنا، وكنوزعها بشكل متساوي فوق العجين. من بعد كناخدو لاباغاي كيش وكنخويو فوق من هاد الحشوة، بشكل متساوي كذلك. كنحاول نوزعه على الجوانب كاملة. وكنزينو الكيش ديالنا بفرماج احمر. انا هنايا استعملت الموزاريلا، مبقاش عندي الفرماج احمر، استعملت الموزاريلا حتى هي كيجي بها مزيان. اذا الكيش ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن كيجي على هذا الشكل، لذيذ بزاف وبمكونات جد صحيه وفي متناول الجميع. كنتمنى انكم تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي.